ادي ادي اكزامبل اهو للشكل سيسز. ورسائل كثيرة بتعمل كده يعني، مش نوتالوني يعني اللي بعمل ده، زي ما بقول لكم هي دي الفكره الاساسيه اللي بتوصل اللينكجز اللي احنا بنسال عليه، اللي هو انا شايف الدنيا، انا عارف هو الباحث قريت في الاول هنا خلاص ايه هو يعني، بعد ما وضحت الجستيفيكيشن بتاعتي وبعدين بدات بعرض الريسيرش كويستشنز والريسيرش ايم والاوبجكتيفز والهايبوثيسز بتاعتي، بقى حبيت افهم الريدر يعني او الاكزامينر في الحاله دي ان ايه اللي موجود عندي. ادي عندي ريسيرش كويستشنز والاوبجكتيف والهايبوثيسز والشابتر كفر، فانا عندي كويستشن نمبر 1، عندي اول كويستشن، كويستشن نمبر 1. خليني استاذنكم انقل من على الباقه للانترنت نفسه. اوكي، احنا مع بعض صح؟ مع بعض كده يا دكتور. تمام يا دكتور. تمام. طيب ادي الريسيرش كويستشنز الاولاني. الريسيرش كويستشن الاولاني ليه تو اوبجكتيفز، 1 ان هو هيديترماين الباترن اوف ايكونوميك جروث، والثاني ان هو ده ليه ثلاثه كمان، اسس الايكونوميك ديفلوبمنت والكريفاي الوينر اند لوزر. فده كان اول سؤال. بيل كينج يبقى ايه شابتر 5 بيجاوب لي السؤال، بيانسر السؤال الاول وبي دكتور استاذ حضرتك هتعمل شير من تاني لان هو رجع فصل واشتغل تاني كده. مش عارف هو عشان اتحول من الداتا للانترنت عند حضرتك عشان كده. ممكن هو ارى الداتا عمل لها كونكتنج اوتوماتيك. ماشي. طيب هو فصل كمان ريكوردنج؟ لا ريكوردنج شغال. طيب فيبقى ادي ايه، ادي كده جزء حاجه جزء. عندي سؤال تاني، هاو دو ارب governance سيستم and the institutional structure affect their social and economic development. ده question number 2. ليه 2 objectives وليه 1 hypothesis وده معمول في chapter 6 and so on. questions اللي بعده ليه 2 objectives برضه وليه 2 hypothesis وده في chapter 7. The last questions question 4 ليه 1 objective واحد واي هايبوثيسس واحد موجود ده في شابتر 8. على فكره هي سيسز 12 شابتر، هي مش لازم كل شابتر تبع اوبجكتيف معين او تبع حاجه محدده يعني، لكن ده في الاخر انا بوصل للريدر دي الرساله بتاعتي، ده الاستراكشر بالرساله. فانت لو عايز تفولو الفلو بتاعت الرساله، فانا هدفي كذا وحققه عن طريق كذا وبتست الهايبوثيسس الفلاني اللي موجود في الحته الفلانيه. وبالتالي ممكن خلاص اوتوماتيك يقدر يموفد من الشابتر ده يروح ل ده من التيبل ده يروح للشابتر اللي هو عايزه.